طب انت بالنسبه لك الاسلوب او الطريقه اللي مستر جوميز هيبدا بيها المباراه تبقى عامله ازاي؟ تقسيمه المباراه بالنسبه لك كمدير فني؟ هو لازم يقرا المباراه على الاقل، يستنى ربع ساعه يقرا الجيم ويلعب ب 4 2 3 1 عشان يعني يبقى مستحوذ على نص الملعب، يعرف يقفل ملعبه كويس، يقرا الماتش كويس، وبعد كده يبدا في التحولات الهجوميه حسب برضو اداء الخصم اللي قدامه. صحيح. ما انت ممكن تلاقي الخصم النهارده مش جاهز، ممكن تلاقي الخصم النهارده تقيل قوي ودايس عليك على طول، هتضطر تحافظ على ملعبك لحد ما تشافي تفتح ثغرات عند في الديفنس بتاعه تقدر تعمل تحولات هجوميه، لكن المباراه هتتقري في اول ربع ساعه. انت لكن شايف، انا من رايي نلعب 4 2 انت 3 1. شايف اللي انت تقسم المباراه ولا تنزل ضاغط ولا تنزل عايز تستحوذ، بس برضو حتى لو نزلت بريتم سريع او بريتم مقاوم من اول المباراه مش هتقدر تكمل يا كابتن كده 90 هو دقيقه. عامة يا كابتن خالد اللي بينزل ضغط ما بيكملش أكتر من 10 دقايق ربع ساعة، مش هيقدر يكمل أكتر من كده، حتى لو الأهلي أو الزمالك. انت كمدرب هيبقى هدفك ايه؟ اللي انت تجيب جون أول ربع ساعة؟ طبعا اللي يجيب الجون الأول في ماتش الأهلي والزمالك بتفرق كتير، بتفرق كتير جدا، اللي يجيب الهدف الأول بيفرق كتير في الماتشات دي، بيفرق بيفرق. عكس المباراة لو اتأخرت لا يبقى لا التوتر طبعا، بيزيد عند الفريقين. ايوه تمام بيزيد. الزمالك غير الاهلي في الحته دي بالذات، المباراه لما بتتاخر على الاهلي في التهديف بيبقى ماتش صعب عليه. يعني انت في الربع ساعه الاولانيه احذر ان يجي في الجول، دي اهم حاجه، انك تقفل ملعبك كويس، تقفل ثغراتك كويس، مفاتيح الهجوميه عندهم والايجابيه تقفل عليها كويس، لان هم لما بيجيبوا جول في الاول بيبقوا خاطرين. لكن الاهلي لما بيتاخر الماتشات وانه يجيب اهداف في الاول بتحس ان الماتش بدا يهرب منه سنه سنه.